إذن بدأ المصريون بالخارج في التوافد على مقار اللجان الفرعية بالسفارات والقنصليات المصرية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، وقد فتحت مقار اللجان الفرعية الانتخابية في دولة الإمارات العربية المتحدة في تمام الساعة 9 صباحا بالتوقيت المحلي للدولة، وتستمر عملية التصويت حتى 9 مساء على مدار 3 أيام للاقتراع وفقا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات. وقام سفير مصر بالإمارات ورئيس اللجنة الانتخابية بالتعاون مع أعضاء البعثة الدبلوماسية والقنصلية من داخل المقر الانتخابي بالإشراف والتأكد على وجود كافة التسهيلات أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية في أول يوم من أعمال التصويت.